بطبيعة الحال ما كان نشوفه مثل هذه النتائج كيحققوها مدربين مغاربه فهذا شيء جميل وكيتلج الصدر وكيخلينا اننا يعود يكون عندنا امل كبير انه كاين اليوم سفراء على مستوى التدريب كنتكلموا على حسين عموته اللي المسار ديالو لا سواء مع الانديه المغربيه في العديد من المناسبات مع الجيش الملكي ولا مع الوداد كان دائما كيقدم مستوى كبير والعمل ديالو هو اللي كيشفع عليه واحد الانسان اللي يمكن نقول انه الصمت كيقضي على ابرز الفترات ديال ولكن هناك عمل كبير يقوم بهذا المدرب رفقة المنتخب المحلي وحنا كنعرفوا ما قام به مع في الشان اليوم الوصول ديالو الى نصف نهائي في انجاز تاريخي رفقة منتخب الاردن كيأكد العديد من الامور اللي كيحتاجوها بعض المدربين كنقولوا انه اليوم عم ولا لاحظنا التصرف ديال احد اللاعبين يعني كما كنقولوا حنا بلغتنا ما عطلوش فبسرعة أخذ القرار وقال انه اي واحد ممكن يسيء المجموعة ما عندي ما ندير به ما كاينش المحاباة كيبان انه مدرب يمكن انه نحن نعاني بشكل كبير في العديد من من الفرق الم المغربيه انه هذا الامر هذا يغيب عنا ديال الانضباط دائما كنديروا الخواطر عموته عم هذا هو الامر اللي يمكن انه يمتاز به وكيبين ان هاد المدرب هذا غادي يمشي بعيد على المستوى التدريبي في كره القدم والدليل كيف قلت انه في ما كيخلي بصمه كيخلي انه لقب وهذا الشيء كيف قلت كيشرف الكره المغربيه وعموته هو سفير اليوم وممكن ان في سبب عموته العديد من الاطر المغربيه انها تشتغل ويفتح لها الباب انها تشتغل في دول اخرى فبرافو عموته عم نتمنى لي كل التوفيق حنا وراه عموته طبيعة الحال لانه كيف قلت كيشرف الكره المغربيه وهنيئا للاشقاء ديالنا الاردنيين بهذا المسار الموفق نتمنى ان شاء الله لما لا ينالوا اللقب ديال كاس اسيا للمزيد من المعلومات ما تنساوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه ام دي جي اس نربحوا الرياضه